الآن يا شباب إن شاء الله بدنا نشرح نظام إدارة محرك البنزين، وبدنا نركز على نظام الـ ME موترونيك. إحنا اتفقنا سابقا إنه جميع أنظمة الموترونيك هي عبارة عن نظام إدارة محرك البنزين. اليوم إن شاء الله بدنا نركز على نظام الـ ME موترونيك ونشوف شو مكوناته ومواصفاته وخواصه. فأول شيء بدنا نحكي عن مفهوم نظام إدارة محرك البنزين. ما هو مفهوم نظام إدارة محرك البنزين؟ هو عبارة عن كمبيوتر صنع خصيصا للتحكم في عمل كل من نظام الإشعال ونظام الحقن، وذلك بالاعتماد على سرعة دوران المحرك وحمله ودرجة حرارته بشكل رئيسي. يقوم هذا الكمبيوتر بحساب كمية الوقود اللازمة وإعطاء الشرارة بالاعتماد على المعطيات من الحساسات اللي ذكرناها سابقا. لذلك يقوم هذا المحرك أو هذا النظام أو يقوم نظام إدارة محرك البنزين بعملين رئيسيين، هما ألف حساب كمية الوقود اللازمة للمحرك بشكل دقيق، ب تزويد الشرارة للمحرك في الوقت المناسب. إذا كمية الوقود وكمية الحقن يتم التحكم بهما من خلال نظام إدارة محرك البنزين، ليس كما هو الحال في الأنظمة السابقة حيث كان هناك كمبيوتر خاص لنظام الحقن وكمبيوتر ثاني خاص بنظام الإشعال. ولكن في هذا النظام اللي هو نظام إدارة المحرك اللي قلنا أنظمة الموترونيكية عبارة عن نظام إدارة محرك، هي أو هو هو الكمبيوتر نفسه اللي بقوم بالتحكم بالنظامين، نظام الإشعال ونظام الحقن. لذلك تكون كفاءة هذه المحركات أعلى بكثير من المحركات القديمة، وذلك لأن نفس الكمبيوتر هو الذي يقوم بالتحكم في كلا النظامين، وكذلك فإن كمية الغازات المنبعثة تكون أقل من الأنظمة السابقة وصيانتها أسهل بكثير من الأنظمة التي سبقته. باختصار يا شباب، نظام إدارة محرك البنزين هو عبارة عن كمبيوتر صنع خصيصا ليتحكم في نظام الحقن والإشعال بدقة متناهية. مميزات نظام إدارة محرك البنزين: أولا التقليل من استهلاك الوقود. بنلاحظ أن المركبات الحديثة التي تحتوي على نظام إدارة محرك البنزين بيكون استهلاك الوقود فيها أقل بكثير من الأنظمة التي سبقتها. اثنين، رفع كفاءة المحرك. كفاءة المحرك في هذه المحركات التي تحتوي على هذا النظام أعلى من المحركات القديمة. ثالثا، توزيع أفضل للوقود لجميع الأسطوانات. طبعا هاي بالنسبة للنقطة انه مقارنة بأنظمة الحقن المركزية او أنظمة الكربوريتر، لانه كذلك حتى أنظمة الالجترونيك يا شباب اللي هي الموديل الاقدم من الموترونيك ايضا كان فيها بخاخات مختلفة او عدة بخاخات، لكل اسطوانة لها بخاخ خاص فيها. فتوزيع افضل الوقود لجميع الاسطوانات يعني هي مقارنة بالأنظمة القديمة التي سبقت نظام الالجترونيك. النقطة اللي بعديها اللي هي رابعا بس مكتوبة خطأ ثلاث، التقليل من انبعاث غازات العادم وتلويث البيئة. طبعا لأنه نظام الحقن ونظام الإشعال يتم التحكم فيه من خلال كمبيوتر واحد. خامسا، قدرة أفضل على التعامل مع ظروف التشغيل المختلفة وضبط كمية الوقود لتتناسب مع حالات حمل المحرك، مثل التسارع، حالة اللا حمل، الحمل الكلي، التشغيل على البارد إلى آخره. إذا في هذا النظام تم التحكم والتعامل مع ظروف التشغيل المختلفة بشكل أفضل. النقطة اللي بعدها، تركيبها بسيط وصيانتها سهلة، وخاصة فيما يتعلق بنظام الإشعال، لأنه أنظمة الإشعال فيها بطلت تحتوي لا فيها لا ديسبراتور ولا بلاتين ولا أي جزء ميكانيكي، فجميع تركيبها عبارة عن أجزاء كهربائية بحتة. وكذلك أنظمة الحقن أصبح تركيبها أبسط، فمثلا لم يعد يستخدم الاير فلو سنسور اللي بيعتمد على الفلاب المتحرك البوتنشيوميتر، استخدم بدلا منه الماس اير فلو سنسور وهكذا. الان النقطتين الاخرانيات اللي هي حساب توقيت الشراره بشكل دقيق وحساب توقيت كميه الوقود بشكل دقيق، هذا طبعا لب عمل نظام اداره محرك البنزين.
الآن يا شباب مثل ما ذكرنا بدنا نركز على نظام الـ M-Emotronic كمثال لهاي الأنظمة. طبعا احنا سبق شرحنا أنظمة الميترونيك سابقا، ولكن هذا النظام بدنا نعطيه أولوية خاصة ونركز عليه بشكل كثير. لو جينا طلعنا للشكل اللي مبين أمامنا يا شباب، بنلاحظ انه بتكون الأجزاء التالية، نبلش فيهم جزء جزء. رقم واحد هو عبارة عن المضخة اللي هي فيول بامب، بتكون موجودة في داخل تنك البنزين. رقم اثنين هو عبارة عن الفيول فلتر. رقم ثلاث هو عبارة عن البخاخ. لاحظ انه البخاخ مشبوك مع ماسورة التوزيع اللي مبينة امامنا، وبنلاحظ انه في هذا النظام منظم الضغط مش موجود على ماسورة التوزيع كما هو في بقية الانظمة، بل ان منظم الضغط بكون موجود في داخل خزان الوقود، وهذا الحكي رح نشرحه كمان شوي بشكل مفصل اكثر. رقم اربعة اللي هي الكربون كانستر، وطبعا سبق انه شرحنا شيء الكربون كانستر ولايش موجودة. رقم خمسة الشت اوف فالف. رقم ستة ايفابوريتيف ايمشن كانستر بيرج فالف او الايفاب، صمام الايفاب. رقم سبعة حساس الماب او المانيفولد ابسولوت بريشر سنسور. رقم ثمانية بريشر اكتويتر اللي هو مفعل الضغط وبتحكم في صمام الاي جي ار اللي هو رقم تسعة. رقم تسعة صمام الاي جي ار او الاكزوست جاز ريسيركيوليشن فالف بتحكم في رقم ثمانية. اذا البريشر اكتويتر رقم ثمانية بتحكم في رقم تسعة اللي هو الاكزوست جاز ريسيركيوليشن فالف. رقم عشرة سيكندري اير بامب، مضخة الهواء الثانوية. رقم 11 سيكندري اير فالف، صمام الهواء الثانوي. رقم 12 ديفرنشال بريشر سنسور اللي بيقيس الاختلاف في الضغط بين داخل الخزان وخارجه. رقم 13 الماس اير فلو سنسور مثل ما احنا شايفينه هان. رقم 14 ثراتل بوزيشن سنسور. رقم 15 انتيك اير تمبريتشر سنسور. رقم 16 نوك سنسور. رقم 17 انجن سبيد سنسور او الار بي ام سنسور. رقم 18 انجن كولنت تمبريتشر سنسور، حساس درجة حرارة سائل التبريد. رقم 19 هيتد اكسجين سنسور النمبر 1 او البيفور الكاتلايزر مثل ما احنا شايفين حساس الاكسجين اللي قبل الكاتلايزر. رقم 20 الهيتد اكسجين سنسور اللي بعد الكاتلايزر، حساس الاكسجين اللي جاي بعد الكاتلايزر. رقم 21 اكسلريتر بيدال بوزيشن سنسور اللي هو حساس دواسة الوقود. رقم 22 الفيز سنسور او الكام شافت بوزيشن سنسور. رقم 23 انجن كنترول يونت اللي هو الكمبيوتر الخاص بالمحرك. رقم 24 وصلة خاصة بجهاز الفحص. رقم 25 الميل فانكشن انديكيتور لامب او التشيك انجن اللي من خلاله بنعرف او بيضيء هذا المصباح في حالة حدوث اي خطأ في احد الحساسات او المفاعلات في المحرك. الان يا شباب بدنا نشرح الاجزاء اللي بتكون منها هذا النظام. اولا نظام دخول الهواء Air Intake System. بنلاحظ في هذا النظام انه ما في سيخ بربط ما بين الاكسلريتر بيدال بوزيشن سنسور وما بين صمام الخانق. تم التحكم به الكترونيا بشكل كامل عن طريق نظام بنسميه ETC او Electronic Throttle Control. فبنلاحظ انه الاكسلريتر بيدال بوزيشن سنسور اللي بتكون في الاساس من مقاومتين متغيرتين وتم شرحه سابقا في الحساسات في وحدة الحساسات، بعطي معلومة للكمبيوتر، والكمبيوتر طبعا بعد الاشارة ما تصل من الاكسلريتر بيدال بوزيشن سنسور للكمبيوتر، الكمبيوتر بتحكم في الثراتل موتور، والثراتل موتور هو اللي بيقوم بتحريك صمام الخانق حسب الدعسة على دعسة الوقود. فمثلا اذا السائق دعس بشكل كامل على دواسة الوقود
فإنه صمام الخانق راح يفتح على الآخر والعكس صحيح. إذا التحكم ليس ميكانيكيا كما هو في الأنظمة القديمة، ولكن التحكم إلكترونيا. هاي الحالة بنسميها درايف باي واير، طبعا ترجمة القيادة بالأسلاك، ولكن هي اسمها درايف باي واير لأنه ما في بكون عندي كابل أو سيخ يشبك ما بين الأكسلريتر بيدال بوزيشن سنسور وما بين صمام الخانق. النظام الثاني اللي بتكون منه هذا النظام هو نظام الوقود أو الفيول سيستم. بنلاحظ يا شباب أنه في هذا النظام ما في عندي خط راجع، أي أنه يوجد خط واحد فقط طالع من خزان الوقود ورايح للبخاخات، وما في عندي خط راجع من البخاخات إلى تنك الوقود. لذلك منظم الضغط بنلقاه موجود في داخل التنك مثل ما ذكرنا سابقا، ولا يوجد بربيج خلخلي يتصل أو يصل ما بين منظم الضغط ومجاري السحب. احنا اتفقنا سابقا انه في وظيفة منظم ضغط الوقود هي الحفاظ على فرق ضغط ثابت ما بين مجاري السحب وما بين ضغط نظام الوقود، هذا في حالة اذا كان منظم الوقود موجود على ماسورة التوزيع. ولكن هذا النظام ومعظم الأنظمة التي تلته بيكون منظم الوقود مشبوك مع المضخة في داخل خزان الوقود، لذلك يقوم أو تقوم وحدة التحكم بزيادة أو نقصان فترة البخ بناء على المعلومة الواردة من حساس مانيفولد أبسوليوت بريشر سنسور اللي هو الماب. كمان مرة، في هذا النظام بنلاحظ انه منظم ضغط الوقود موجود في داخل خزان الوقود بالقرب من المضخة، وليس كما هو الحال في الأنظمة الأخرى اللي بيكون موجود على ماسورة التوزيع. وإحنا حكينا سابقا انه وظيفة منظم ضغط الوقود في الأنظمة القديمة انه المحافظة على فرق ضغط ثابت ما بين مجاري السحب وما بين ضغط في داخل نظام الوقود. نظرا لأنه هذا منظم الوقود موجود في داخل خزان الوقود، لا يمكن ربط بربيج خلخلي يصل منظم الوقود مع مجاري السحب، لذلك تقوم وحدة التحكم الإلكترونية بالاعتماد على الإشارة الواردة من حساس المانيفولد أبسوليوت بريشر سنسور طبعا للتحسس الضغط في داخل مجاري السحب، وبناء عليها بتعوض الخلل في هاي المعلومة عن طريق زيادة أو نقصان فترة البخ داخل مجاري السحب. هناك أنظمة أخرى في هذا في نظام الأم إي مترونيك اللي هو نظام تهوية خزان الوقود، اللي هي شباب علبة الكربون اللي هي الكربون كانستر، واتفقنا انه بكون مربوط بعدها ايفابوريتيف ايمشن كانستر بيرج فالف، وبكون موجود على مدخلها شت اوف فالف من اجل السماح بادخال الهواء الجوي الى داخل علبة الكربون. في كمان صمام الاي جي ار، وقلنا الهدف الاساسي من وجود هذا النظام هو تقليل غازات اكسيد النيتروجين، وذلك عن طريق ادخال كمية من غازات العدم الى داخل مجاري السحب. الان بدنا كل ما كانت غازات العدم ابرد كل ما كانت النتيجة افضل، لذلك تم استخدام مبرد لغازات العدم الداخلي الى داخل مجاري السحب من اجل الحصول على نتيجة افضل. في كمان تم استخدام في هذا النظام نظام الهواء الثانوي، اللي هي عن طريق استخدام مضخة الهواء الثانوية وصمام الهواء الثانوي. الهدف من وجود نظام الهواء الثانوي هو تقليل غازات الـ HC والـ CO اللي هي أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات، خاصة أثناء التشغيل على البارد. وتساهم هذه أو هذا النظام يساهم في رفع درجة حرارة المحول الحفاز حتى يدخل العمل بسرعة، وكذلك يتوقف هذا النظام عن العمل بعد دخول حساس الأكسجين إلى مرحلة العمل. وقلنا تم الاستغناء عن هذا النظام في الأنظمة الحديثة لأن حساسات الأكسجين أصبحت مزودة بهيتر، فبالتالي تعمل مباشرة بمجرد تشغيل السيارة، في خلال ثواني معدودة يكون حساس الأكسجين قد دخل مرحلة العمل. نختصر اللي موجود أمامنا اللي هو نظام الوقود فيول سيستم. قلنا في هذا النظام بيكون منظم ضغط الوقود موجود في داخل خزان الوقود، لذلك بيكون الضغط ثابت 3 bar طول الوقت، ليس كما هو في الأنظمة السابقة بيكون متغير حسب التغير في مجاري السحب.
لأنه ما في برميج خلخلي يربط ما بين منظم الوقود وما بين مجاري السحب. وللاستعاضة عن هذه المعلومة يقوم الكمبيوتر بالاستفادة من حساس المانيفولد ابسولوت بريشر سنسور اللي هو حساس الماب من أجل زيادة أو نقصان فترة البخ في داخل مجاري السحب. النظام البعدي نظام تهوية خزان الوقود اللي هي باستخدام نظام الكربون كانستر أو علبة الكربون كانستر وصمام ايفابوريتيف ايمشن كانستر بيرج فالف والشت اوف فالف، ونظام الاي جي ار الاكزوست جاز ريسيركيوليشن اللي بياخذ جزء من غازات العادم وبعيد ادخالها الى مجاري السحب، وذلك من اجل تقليل غازات الان او اكس. طبعا بتقل غازات الان او اكس بسبب تبريد غرفه الاحتراق، فبالتالي تم استخدام كولر لتبريد الغازات الداخلي الى داخل غرفه الاحتراق من اجل الحصول على نتيجه افضل. النظام اللي بعديه اللي تم استخدامه في الام اي مترونيك اللي هو سكندري اير سيستم اللي هو نظام الهواء الثانوي، وذلك عن طريق ضخ هواء في مجاري العادم من اجل تقليل انطلاق غازات اول اكسيد الكربون والهيدروكربونات، والذي يتوقف هذا النظام عن العمل بمجرد دخول حساس الاكسجين مرحله العمل. وله فائده انه كان بيرفع درجه حراره المحول الحفاز بسرعه حتى يدخل هو الاخر الى مرحله العمل. التحكم الالكتروني في نظام الحقن ام اي مترونيك استخدمت فيه الحساسات والمفاعلات التاليه: اولا انتيك مانيفولد بريشر سنسور اللي هو حساس الماب او المانيفولد ابسولوت بريشر سنسور. هذا الحساس يا شباب بيقوم بوظيفتين رئيسيتين. الوظيفه الاولى هي اعطاء معلومه الى الكمبيوتر، وذلك من أجل التحكم في زمن الحقن، لأنه مثل ما ذكرنا ما في اتصال ما بين منظم الضغط وما بين منظم الضغط وما بين مجاري السحب. لذلك يقوم هذا الحساس اللي هو حساس ضغط الهواء الداخل بإعطاء معلومة إلى الكمبيوتر لمعرفة الضغط في داخل مجاري السحب، وبناء عليها الكمبيوتر بيصدر أمره للبخاخات بزيادة أو تقليل كمية الحقن. الوظيفة الثانية انه يستخدم كسبير او في حالة عطل الماس اير فلو او الاير ماس ميتر، يقوم هذا الحساس باعطاء معلومة بشكل دقيق لكتلة هواء المسحوبة الى داخل المحرك. لذلك فهو يعتبر حساس مفيد جدا في حالة عطل حساس الاير ماس ميتر. اذا كمان مرة مجاز ضغط الهواء الداخل للمحرك، اول شيء بعطي معلومه عن داخل الضغط في داخل الانتيك مانيفولد للكمبيوتر، وذلك من اجل تعديل زمن الحقن بناء على الضغط في مجاري السحب. والهدف الثاني له انه في حاله عطل اير ماس ميتر يقوم هذا الحساس بالتعويض عنه واعطاء اشاره دقيقه عن كتله الهواء الداخل الى المحرك. في عنا يا شباب كمان ديفرنشال بريشر سنسور اللي هو الحساس اللي بيكون راكب على تانك البنزين. وظيفته اعطاء معلومه للكمبيوتر عن الضغط او عن اختلاف الضغط ما بين داخل الخزان وخارجه. يستفيد الكمبيوتر من هذه المعلومه في اولا تشغيل نظام او تشغيل صمام الايفاب الايفابوريتيف ايمشن كانستر بيرج فالف، وكذلك اذا نقص الضغط عن القيمة المطلوبة في داخل خزان الوقود فهذا دليل على وجود تسريب للوقود إلى خارج الخزان. الحساس اللي بعديه حساس الأكسجين الثاني اللي هي لامدا سنسور 2 اللي بيكون موجود بعد الكاتلايزر. وظيفته طبعا مراقبة عمل الكاتلايزر فيما إذا كان يعمل بالشكل المطلوب أو لا. في حالة عطل هذا النظام فإن الكمبيوتر يعتمد على الحساس الأول، ولكن لا يمكن مراقبة عمل الكاتلايزر. يضيء مصباح التشيك انجن امام السائق لاخباره بوجود خلل، ولكن يبقى المحرك يعمل بشكل شبه طبيعي. حساس دواسة الوقود لاكسلريتر بيدال بوزيشن سنسور، طبعا هو الحساس اللي بيكون تحت قدم السائق، وهو موجود في نظام يسمى اي تي سي الكترونيك ثراتل كنترول، وتم الحديث عنه سابقا، حيث يوجد مقاومتين متغيرتين يعطينا المعلومة إلى الكمبيوتر، والكمبيوتر بناء عليها بتحكم في التراتل موتور كما مر شرحه سابقا. الحساس اللي بعديه مجس موقع صمام الخانق اللي هو تراتل بوزيشن سنسور، اللي بيكون مركب بجانب صمام الخانق، وأيضا يوجد به مقاومتين
ووظيفته إعطاء تغذية راجعة للكمبيوتر عن موقع وزاوية دوران صمام الخانق. في عندنا محرك كهرباء، وحدة التحكم الإلكتروني لصمام الخانق اللي هي ETC سيرفو موتور، أو الثروتل الموتور تقدر تسميه. طبعا وظيفته هي التحكم في تدوير صمام الخانق حسب الضغط على دواسة الأكسلريتر بيدال بوزيشن سنسور. فكلما ضغط السائق على دواسة الوقود بشكل أكثر، كلما لف المحرك الكهربائي بشكل أكثر، وبالتالي دور معه صمام الخانق بزاوية دوران أكبر. من الأنظمة الموجودة أيضا مضخة الهواء الثانوية secondary air pump، وظيفتها ضخ هواء جوي في داخل مجرى العادم من أجل تقليل انطلاق غازات أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات، واللي بيكون بعدها مباشرة صمام الهواء الثانوي secondary air valve. طبعا بيجي أمر من الكمبيوتر يفتح عند مدى معين أو عند فترة معينة، وذلك من أجل السماح لدخول الهواء الجوي اللي ضخته مضخة الهواء الثانوية بالدخول إلى داخل مجرى العادم، ويغلق عندما يصله أمر من الكمبيوتر، وذلك لمنع دخول الهواء إلى داخل مجرى العادم. حيث احنا بنعرف انه لما يحمى المحرك ويحمى الكاتلايزر واللامدا سنسور يدخل في مرحلة العمل، يتم توقف مضخة الهواء الثانوية، فيعمل هذا الصمام أيضا على منع وصول الحرارة إلى مضخة الهواء الثانوية وبالتالي عطلها. صمام الإغلاق أو الشات أوف فالف هو صمام بيكون موجود على علبة الكربون، وظيفته إنه يسمح للهواء الجوي بالدخول إلى داخل العلبة الكربونية، وذلك عندما يعطي الكمبيوتر أمره إلى الـ Evaporative Emission Canister Purge Valve بإنه يفتح ويسمح بدخول بخار البنزين إلى داخل مجاري السحب. فهو وظيفته إنه يسمح للهواء الجوي بالدخول لعلبة الكربون حتى يعوض مكان بخار الوقود اللي دخل في داخل مجاري السحب. اتصال وحدة تحكم نظام المترونيك مع الأنظمة الأخرى بواسطة ما يسمى الكان باس. إذا يوجد هناك شبكة من الأسلاك تربط كمبيوتر نظام المترونيك مع الأنظمة الأخرى تسمى باس سيستم أو كان باس. كان اختصار إلى كنترولر أريا نتورك، وهي تمثل شبكة الأسلاك التي تشبك الكمبيوترات المختلفة مع بعضها البعض. فيجب أن تصل إلى كمبيوتر المترونيك جميع البيانات وحالات التشغيل الخاصة بعمل المحرك، يمكن الحصول على بعض هذه البيانات عن طريق جدة الأسلاك اللي خاصة بالكمبيوترات الأخرى. وبالتالي فإن الكنترولر أريا نتورك تعمل على مشاركة هذه البيانات لجميع الكمبيوترات. الشكل اللي مبين أمامنا يا شباب يمثل الخارطة الكهربائية لنظام الأم إي مترونيك. مثل ما ذكرنا سابقا، المطلوب منا حاليا إنه نحدد الأجزاء فقط لا غير، وليس مطلوب منا إنه نتبع الدوائر ونحفظها. فمثلا كي واحد يشكل الريلي الرئيسي اللي خاص بمفتاح التشغيل اللي خاص بالمضخ، أو كمان مرة هذا هو الريلي، هو الريلي الذي يتحكم في عمل المضخة، فبنسميه بالإنجليزي فيول بامب ريلي، لأنه لو جينا اتبعنا أسلاكه بنلاحظ إنه هي بمر عبر الفيوز وبصل للإم 2 اللي هي المضخة. إذا كي واحد هو عبارة عن الريلي الخاص بتشغيل المضخة أو الفيول بامب ريلي. كي 2 اللي مبين أمامنا هو عبارة عن الإنجن كنترول يونت، وحدة التحكم الإلكترونية الخاصة بالمحرك. كي 3 شباب اللي مبين هان بنلاحظ انه مرتبط مع ام 1 اللي هو المحرك الخاص بالسكندري اير بامب. اذا كي 3 هو عبارة عن الريلي الخاص بالسكندري اير بامب اللي هو سكندري اير بامب ريلي، هيك بنسميه سكندري اير بامب ريلي. بنلاحظ الكي 4 اللي مبين عندنا هان شايفينه يتصل مع الكويلات او مع نظام الكويلات، فهو بنلاحظ انه اسمه نظام الكويلات المزدوج، اي انه لكل بوجتين الهن كويل خاص فيهن، فمنسميه دبل سبارك اجنيشن كويل. فاذا بده يكون كي 4
هو المرحل الخاص بنظام الإشعال، يعني Ignition System Relay. إذن K4 هو Ignition System Relay. طبعا مثل ما ذكرنا سابقا في عنا M1 اللي هو المحرك الخاص بالسكندري اير بامب، و M2 هو المحرك الخاص بالفيول بامب. S1 يا شباب هو مفتاح تحديد نظام السرعة، اللي هو الكروز كنترول سيستم سويتش، كروز كنترول سيستم سويتش. S2 هو مفتاح دعسة الكلاتش، كلاتش بيدال بوزيشن سويتش، كلاتش بيدال بوزيشن سويتش. S3 اللي مبين امامنا هان هو مفتاح دعسة البريك، بريك بيدال بوزيشن سويتش. لاحظ انه S2 كلاتش بيدال بوزيشن سويتش، و S3 بريك بيدال بوزيشن سويتش. بنلاحظ تحت مثل ما ذكرنا T1 و T2 هن عبارة عن كويلات خاصات بنظام الإشعال. راح ناخذ ان شاء الله بالتفصيل في اخر وحده في هذا الكتاب، اللي هني دبل سبارك اجنيشن كويل، اللي هي عباره عن نظام الاشعال الذي يعطي شرارتين لاسطوانتين في نفس الوقت، وراح ندرسه ان شاء الله بالتفصيل. بالنسبه للي مبين عندي هان هي عباره عن البخاخات، اللي هي من واي 1 واي 2 واي 3 واي 4، هي عباره عن البخاخات او الانجكتورز. واي 6 يا شباب اللي هو ايفابوريتيف ايمشن كانستر بيرج فالف، او بنسميه ريجينريتيف فالف. اما بتسمي ايفابوريتيف ايمشن كانستر بيرج فالف او ريجينريتيف فالف، اللي هو صمام تطهير علبه الفحم من بخار الوقود. واي 7 هنا يمثل الاكزوست كاز ريسيركيوليشن فالف، واي 8 يمثل الشت اوف فالف، واي 9 يمثل سكندري اير بامب. عفوا واي 9 سكندري اير فالف. في عندنا بي 1 يا شباب الار بي ام سنسور، الانجن سبيد سنسور يعني حساس سرعه دوران المحرك. بي 2 الكام شافت بوزيشن سنسور او الفيز سنسور، حساس الطور او حساس الكام شافت. بي 3 مثل ما هو مبين عندنا هان هيو اللي هو الماس اير فلو سنسور. بي 4 الثراتل بوزيشن سنسور، وبكون مركب مع الاي تي سي سيرفو موتور، موجودات مع بعضهن في داخل الدائره اللي مبينه امامنا. بي 5 يا شباب مثل ما هو مبين امامنا حساس حراره سائل التبريد، اللي هي الاي سي تي، الانجن كولنت تمبريتشر سنسور. بي 6 هاي الاشاره طبعا اشاره لامدا، فهذا يعني انه اللامدا سنسور الاول الهيتد اكسجين سنسور رقم 1 اللي بيكون قبل الكاتلايزر. لاحظ ما بي 11 على جنبه معطيه بي 11، الهيتد اكسجين سنسور الثاني بعدين بنحكيه، او اوكي هي احنا حكيناها الان، الهيتد اكسجين سنسور اللي بعد الكاتلايزر. طيب في عندنا كمان بي 7، بنلاحظ انه بي 7 هو وبي 3 جايات في نفس الدائره، اللي هو الانتيك اير تمبريتشر سنسور، والبي 3 اللي هو حكينا عنه ماس اير فلو، فهن الاثنين مشبوكات ايضا في نفس الفيشي، بيكونوا مشبوكات مع بعض. في عنا البي 8 هي اللي مبين عنا هان نوك سنسور. طبعا هذول الاشكال انا بكون دارسهن وحافظهن من خلال الكتاب، وايضا راح يمرين معنا ان شاء الله في ماده الكانباس بشكل مفصل اكثر. في عنا البي 9 اللي مبين عنا هان مثل ما احنا شايفين مانيفولد ابسوليوت بريشر سنسور. في عنا البي 10 ديفرنشال بريشر سنسور اللي بيكون مشبوك على الخزان. في عنا بي 11 مثل ما احنا ملاحظين هان مثل ما حكينا اللي هو الاكسجين سنسور الثاني، الهيتد اكسجين سنسور رقم 2. في عنا هان مثل ما احنا ملاحظين البي 12 الاكسلريتر بيدال بوزيشن سنسور، وبتلاحظ انه في داخله دائرتين مثل ما احنا ملاحظين. في بنلاحظ يا شباب في فيوزات على كل دائره من الدوائر F1 F2 F3 4 5 الى اخره، جميع الرموز المشاره اليها بحرف الاف هي عباره عن فيوزات لحمايه الدوائر الكهربائيه. بل يا شباب نذكركم بارقام الخطوط اللي مبينه امامنا، فعندنا هنا رقم
وخط 30 اللي مبين امامنا هان، اللي هو خط موجب البطارية. خط 15 هو الخط السالب، عفوا هو الخط الموجب اللي بعد السويتش، طالع من بعد السويتش. خط 31 هو خط سالب البطارية او الشاصي. هاي الارقام طبعا تم الحديث عنها في بداية الفصل. بهيك يا شباب بنكون انهينا جميع المعلومات الخاصة بنظام الام اي مترونيك.